حتى يعني لا نأخذ معك في أمور هندسية. الآن الحديث عن زلزال قادم وأكثر من زلزال قادم، وكما تتابع في عملية ربما قلق وخوف لأن الهزات مستمرة إن كان في فلسطين ولا في لبنان، واليوم حصل بعض منها والبعض بالفجر وأمس. هل هذه المنطقة المنكوبة يصلح فيها البناء الآن أم أنه هي معرضة بالفعل لزلزال آخر كبير؟ هل هذه الهزات الحاصلة الآن تمهد لزلزال كبير أو أنها جزء من عملية تنفيس القشرة الأرضية إن كان في بلاد الشام أو حتى في تركيا؟ الحقيقة أنه موضوع الزلازل، الهزات الارتدادية والزلازل الجديدة اللي عم بتصير هي زلازل الحركة التكتونية بين الصفائح حركة نشطة، والاصطدامات بين الصفيحة الأناضولية والصفيحة العربية نشطة. لكن بشكل عام موضوع الزلازل كل ما زادت كل ما أعطانا انطباع أنه لا، عم بيصير عندنا تفريغ للطاقة اللي عم بتصير بين نتيجة الضغط بين الصفائح التكتونية. الحقيقة بالمتابعة للزلازل اللي حدثت خلال يعني الأسبوع الماضي، بيلاحظ الواحد انه حدثت مثلا في عندنا زلازل حدثت في البحر الابيض المتوسط، غبالة الشواطئ اللبنانية مثلا في اعماق المتوسط، فنجد انه هاي الحركة على الفالق العربي الافريقي بين الصفيحة العربية والافريقية. بالمقابل عم بنشوف مثلا هزة صارت في عمان وهزة صارت في المنطقة الشرقية، يعني في خطر على مصر هنا دكتور خالد مثلا؟ بس اكمل الفكره هاي، وهزتين حدثا اليوم في ايران، فهذا بيعطيني انه الطرف الاخر من الصفيحه العربيه عم بيصير فيها حركه. واضح ان الصفيحه العربيه عم تتحرك وعندها يعني اصطدامات بكل الاتجاهات، وهذا يعني شيء طبيعي، لكن هي الصفيحه العربيه هي اللي عامله القلق في المنطقه، يعني ان كان غربا في نواحي ايران او شرقا في المتوسط او شمالا. دير بالك هيك بكيفوا عليك جماعه حزب الظفر بتركيا، ها عم بحملوا الصفيحه العربيه مسؤوليه كل اللي عم بيصير، بضموك بكره بيبعثوا لك طلب انضمام. على اساس اكون واضح في موضوع الصفيحه العربيه، احنا اسمها الصفيحه العربيه لكن حجمها اكبر من الصفيحه العربيه، يعني هي تبدا من البحر الاحمر بدايتها شرق غربا وتمتد الى منتصف ايران والباكستان وشمالا الى ارمينيا وجزء من تركيا، فهي سميت الصفيحه العربيه نسبه انه جزء من الجزيره العربيه عليها، لكن لا اكيد لا علاقه بالجنس ولا بالسكان اللي عليها. طيب خليك دكتور خالد، بدي ارجع لك بموضوع الهزات الارتداديه وانحسار المياه وغير ذلك، بس معقول أستاذ يحيى يعني حزب الظفر أو حزب النصر كما يسمى هذا رئيسه أوميت أوزداغ المشهور بمعاداته للأجانب السوريين، معقول عم يحملوا الصفيحة العربية مسؤولية؟ أنا كتبت تعليق عليها في صفحتي، يعني قلت له يعني ما بقي غير أنه طالب بطرد الصفيحة العربية من الجمهورية التركية لأنه تشمل 30% من تركيا، ما دام تطالب بطرد العرب اطرد الصفيحة العربية. الصفيحة العربية تمتد كما قال الدكتور يعني إلى طرابزون وتصل إلى حدودها إلى ملاطيا وإلى الصفيحة، فهذه يعني بس هذا الرجل بس خليني إلى متى قال عنه سليمان سولو، إلى متى بث هذه السموم يعني والتحريض والكراهية إلى متى؟ وصفه معقول ما في حدا يحط لهم حد؟ وصفه لا، في الآن في دعاوى، في محامين رفعوا دعاوى، وصفه في دعوة في الآن في أورفا في الموجودة لأنه هو كذب على شخص، فوصفه قالوا أنت لست إنسان، أنت لست إنسان، يعني هذا يعني مثلا أنا كنت عم بتكلم عن أيضا عن المعارضة، يا أخي محرم إنجا مزعوج ليش أرسلت جماعة الشؤون الدينية إلى المتضررين؟ أرسلوا لهم مختصين بعلم النفس، ليش وصلت في 78,500 متطوع من الشؤون الدينية ووعاظ، قالت ليش أرسلتوا واحد ثاني مزعوج من التكبير؟ أيوة والله ليش أكبر تكبر. للأسف الشديد طيب. يا أخي هذه في حضارات الموت والفقد والغيره، هذا شعب مسلم، أتراك شعب مسلم، الأتراك لما بيطلع واحد من تحت الأنقاض بصيحوا الله أكبر، قال ليش عم بصيحوا الله أكبر؟ فهؤلاء المعارضة يعني أنا ما أعرف هؤلاء يعني خارج السياق تماما وخارج الشعب التركي المسلم، هم في المريخ أنا أعتقد. طيب